كنت بحاول اصور فيديو قبل الفيديو ده. المهم في النص كده لقيت فرح معدي وزفة بقى وحوارات وكده. المهم قعدت لمدة دقيقة كده اقول لو كنت زماني مثلا ساكن في التجمع الخامس ولا ساكن في مش عارف في مدينتي، مفيش بقى دوشة ولا عربيات ولا وجع دماغ. بس هديت شوية كده قلت ايه، انا هطفي الكاميرا وهطفي الاضاءة وهطفي الكمبيوتر واروح اتفرج في ايه وبس. هومي ده اللي انا عايزك تعلمه وده اللي انا اتعلمت. انا كنت كل مرة بشتكي، لكن الحياة اكتشفت ان ما انت بتعاندها هي بتعاندك اكتر. فقلت لو ده وجع دماغي ليه، انا اطفي الكاميرا دلوقتي وروح اتفرج على الزفة وكأنها عن ايه، فاهم، حاجات كده بتخليك هادي شوية كده، وبعد كده ارجع اصور تاني بعد ما يمشوا. وفعلا مش يوم وديني قاعد بصور اهو. لكن لو انا بقى كنت عملت على عكس كده، ان انا قعدت بقى وقلت ايه يلعن ميتين ام العيشة اللي انا عايشها، لو زمان قاعد بقى مش عارف في التجمع الخامس ولا قاعد في مدينتي، يوم جاي قافل الكاميرا وطفيت ودخلت نمت وريحت دماغي. ولكن الحال مش كده. وحاجه تانية حابب اتكلم عليها، ده بقى انا فتحت الكاميرا واتكلمت، ان الحياه فرصه. ده باختصار، طول ما انت شايف انك تقدر تعمل حاجه دلوقتي وهتاجلها يبقى انت كده خسرت فرصه انت ما تعرفش كانت ممكن تنجحك او ما تنجحكش. والفرصه اللي بتعدي عمرها ما بتيجي تاني. يعني انت دلوقتي مثلا في حاجه في دماغك وعايز تعملها، طول ما انت عندك القدره ان انت تعملها دلوقتي خد خطوه واعملها، ما تاجلهاش ولا تحاول تخليها تستنى. ليه؟ لان انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يكون ربنا بعته لك ورا الفرصه ديت. الفرصه اللي بتخليك تنجح ما بتجيلكش كده وتقول لك انا فرصتك اللي هتخليك تنجح، مش هتجيلك كده، هتجيلك كانها حاجه عاديه او كانها يعني حاجه انت متعود عليها. حتى في حاجه انا سمعتها كده او شفت لها بوست وعجبني صراحه، بقول لك ان اليوم اللي انت هتموت فيه مش هيكون يوم مميز ولا حاجه، هيكون يوم عادي زي اي يوم في حياتك. هتصحى من النوم تعمل نفس اللي انت بتعمله، بس اجلك هيجيلك في الساعه اللي ربنا محددها لك. كذلك الفرص اللي بتجيلك عشان تنجح مش هتجيلك بشكل مميز تقول لك انا الفرصه اللي هتنجحك، عمرها ما هتجيلك كده. فعشان اتجنب كده، اي فرصه انا قادر استغلها استغلها. ليه؟ لان زي ما قلت لك ممكن تكون هي الفرصه اللي تخليك تنجح. فلو انت ضيعتها قلت مستحيل تكون الفرصه اللي تخليني انجح، انت ما تعرفش. فاهم قصدي؟ وفي حاجه كمان، ان الوقت اللي انت مفكر نفسك ان انت بتعاني فيه وبتبذل مجهود وان انت بقى الدنيا جايه عليك، في غيرك الدنيا، بص مش عايز اقول لك لفظ وحش، بس الدنيا مطلعه عينه، بس انت ما تعرفش. انت بس انت عامل زي عدسه الكاميرا كده، شايف الكادر بتاعك بس، لكن مش شايف غيرك بيعاني ازاي بره الكادر. يعني انت مثلا بمعنى اصح كده، انت شايف الجزء اللي انا عايز اوريه لك في الكادر، لكن انت ما تعرفش خلف الكواليس في كوارث هنا كده، وفي معدات متحطه بشكل عشوائي عشان تطلع لك المنظر ده، مع انه مش شكل احتراف ولا حاجه، بس انا بثبت لك يعني. كذلك انت نفس الوضع برضه، فما تحاولش انك تقعد تشكي لغيرك. بص انا عارف ان الموضوع بيبقى كويس قوي لما انت تقعد تشكي لغيرك وغيرك يسمعك، بس 80% مش هي يعني ايه مش هيهتم، اللي هو بسمعك كده وخلاص. و10% ممكن يفرح ان انت في مشكله، بس اكيد مش هيبين لك. وفي بس ممكن يعني اقل من 1% اللي ممكن يقدم لك المساعده. فانا بقى مش هقعد بقى كل حد قابله في حياتي اقعد بقى احكي له عشان مثلا افترض انه ممكن يساعدني. زي ما قلت لك الاغلب النسبه الكبيره 80% مش هيهتم. ولكن لما انا استغل الوقت ده في ان احاول اخد خطوه اعدل من الواقع اللي انا شايف انه مش احسن حاجه بالنسبه لي، ولكن انا راضي عليه في الوقت الحالي، بس شايف ان في احسن وفي مقدره ان اعمل كده، اخد الخطوه ديت وابدا اشوف الدنيا هتوصلني لايه. لكن طول ما انا قاعد كده مستني بقى اقعد احكي لغيري واقعد بقى افكر طب اعمل ايه ومش هعمل ايه، التفكير في الحاجه مش هيخليك تحققها، ولكن الخطوه اللي بتاخدها هي اللي بتخليك تحققها. وعشان تبقى انت فاهم، الدنيا معقده للي عايزها تبقى معقده عليه، والدنيا بسيطه وسهله للي عايزها تبقى سهله عليه. ولسه بديك مثال بسيط دلوقتي على نفس الشخص اللي هو انا. قبل كده ما كنت بلاقي حد معدي في الشارع، حتى ايا كانت بقى اقوم جاي فاصل الكاميرا ولا اوقات انا مش هصور النهارده وما استفدتش حاجه. لكن النهارده خدت حاجه زياده شويه كده، قلت اطفي الكاميرا والاضاءه والكمبيوتر واروح اتفرج اشوف الدنيا فايقه وبعد كده ارجع اكمل تاني. وفعلا انا حاليا فول انرجي وفول فوكس، يعني طاقه عاليه وتركيز عالي، وحاسس ان انا مستمتع ومبسوط وانا بصور الفيديو ده. لكن لو كنت قفلت ونمت كان زماني بقول معرفش. وانا برضه صراحه زي ما قلت لك ممكن يكون الفيديو ده هو سبب مثلا نجاحي،
او ممكن ما يكونش سبب نجاح، بس انا في الحالتين انا مبسوط، فاهم قصدي؟ بس كده. يلا اشترك في القناة واعمل لايك، ولو انت عايز تخليني مبسوط بجد اكتب كومنت، لان انا بحب اقرا الفيدباكس اللي بتيجي من ورا الفيديو، اعرف راي الناس في الفيديو، لان انا حاليا بتكلم لحته حديده، فلما حد يكتب لي كومنت وقتها بحس فعلا ان الناس شافت الفيديو بجد. بس كده، بيس اوت.